drinking coffee, to be walking the streets of Marrakesh, because this is what I do in Morocco when I'm there, because I love your country. I love everyone I've met there. You are all my family now. عتيد الفيلم هذا بديته في 2016 وخرج في العالم كامل تقريبا في واحد لقيته فين كان الكوفيد في 2021 الاول دي 2021 في يناير 21 واول مرة دابا في المغرب مور باش خرج في كسر 120 بلاد كنديروا العرض الاول ديالو. دونك معلومة انا فخور وفرحان بان كنديروا هادشي في بلادنا ومع الناس ديالنا ومع الحباب ديالنا. الناس درنا العرض الاول بارح في الرباط واليوم في كازا. الناس فرحانين دابا. الناس ما مولفينش يشوفوا واحد فيلم بحال هذا كبير اللي كيديروا مغربي. دونك الناس ملي كيشوفوا كيقول لك كيتدهشروا كيقول لك واه مغربي اللي داير هادشي هذا. احنا شنو بغينا نديرو دابا؟ بغينا نوليو حنا كمغاربه وسينمائيا داكشي اللي كيديروا الناس في العالم نقدو نديروه حتى حنا بحالو ونعاودو قصص ديالنا. شحال هادي كان المغربي كيدير فيلم مغربي وكيبقى غير هنا في المغرب ما كيمشي تلاين ولا غيمشي لواحد المهرجان ولا شي حاجه. احنا بغينا نديرو افلام اللي كنعاودو القصص ديالنا واللي غنصيفطوهم في العالم كامل وغيتدوبلاو بكاع باللغات وغيخرجوا في كاع البلدان. غير قراءه حيت دابا ملي كتشوف الفيلم ما كاينش الحرب بين المغرب والجزائر. الفيلم كاع الدري الصغير اللي كيعتقهم في الاخر جزائري. دونك حنايا شنو بغينا نعاودو؟ حنا كنقولوا بان كاين الارهاب. هذاك الارهابي اللي في الجزائر عنده خدامين معاه مغاربه وجزائريين وسوريين وخدامين معاه بزاف ديال الناس. دونك لا بوند انونس يمكن نهار باش خرجوها الامريكانيين كانت فيها بان كيقول واش باغي تسوق باش تمشي لامريكا للجزائر واش انت حمق. علاش كنقولوا انت حمق؟ حيت ما كايناش طريق بين المغرب والجزائر وهما خداوها بواحد الطريقه واحده اخرى. ويمكن حيت سامي الناصري اللي كيلعب الارهابي الكبير الجزائري دوك بقى فيهم الحال. ولكن هذاك الشيء راه كاين الارهابيين باختو كاينين في المغرب كاينين في الجزائر. حنا درنا واحد القصه اللي كاينه بين المغرب والجزائر. العام المقبل واحد لا كوميدي دونك فيلم ديال الضحك على في واحد العالم ديال الموسيقى وما كاين لا حرب لا ارهاب لا حتى شي حاجه. واحد الفيلم اللي كيحاول يلاقي الناس في العالم كامل بيناتهم وعلى على كل واحد على قصه الحب بين الاقوام.